دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ لمى. هل تاكدتم من الفحص للجثث وبالذات للاشلاء انها الانتحاري؟ هو حضرتك احنا الجثث اللي تعاملنا معاها كانوا ثلاث جثامين مكتمل الاجزاء، الاثنين كوريين وسائق سامح جوزيف، وفي مجموعه من الاشلاء. المجموعه من الاشلاء حضرتك اللي تعاملنا معاها كان فيها جزء من الراس والجزء والطرفين العلويين، ودي ثبت ان هي دي الاطراف دي لواحده كوريه تم التعرف عليها. وفي جزء تاني من الاشلاء عباره عن جزء من الراس والطرفين السفليين وفاقد تماما لمنطقه الجزء ومنطقه الحوض. دي حضرتك جثه مجهوله، ما زالت مجهوله لغايه دلوقتي. ودي حضرتك لشاب عمره جاوز 21 سنه، و يعني العظم بتاعه حضرتك لما فقد ما قدرناش نحدد السن غير لغايه 21 سنه، لان احنا العظم بكل عظم ليه سن معين بيحدده يعني. فده عدى 21 سنه، وحضرتك وصف الاصابات بتاعته دي اللي هي بعيده عن الراس وبعيده عن الطرفين السفليين ومركزه في منطقه الحوض والجذع، ده تدل على ترجح بشكل كبير جدا ان هو يكون منفذ العمليه، وان هو يكون كان بيرتدي حزام ناسف اثناء تنفيذ العمليه. شكرا سياده الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي.